شهد زفاف أولغا إيفانوفنا كل أصدقائها ومعارفها الطيبين. انظروا إليه، أليس صحيحا أن فيه شيئا ما؟ قالت لأصدقائها وهي تومئ إلى زوجها وكأنما تريد أن توضح لهم لماذا تزوجت هذا الرجل البسيط والعادي للغاية والذي ليس فيه أي شيء مميز. كان زوجها أوسيب ستيبانيتش ديموف طبيبا يحمل لقب المستشار الاعتباري، وكان يعمل في مستشفيين، في إحداهما طبيبا ممارسا منتدبا وفي الآخر طبيب مشرحة، وكان يستقبل المرضى ويعمل في العنبر يوميا من 9 صباحا حتى منتصف النهار، وبعد الظهر يتوجه بالعربة إلى المستشفى الآخر حيث يشرح من يتوفى من المرضى. وكان دخله من الممارسات الخاصة ضئيلا لا يتعدى 500 روبل في العام، وهذا كل ما هنالك، فما الذي يمكن أن نضيف عنه؟ بينما كانت أولغا إيفانوفنا وأصدقاؤها ومعارفها الطيبون أناسا غير عاديين أبدا، كان كل منهم يتميز بشيء ما ومعروفا قليلا وله اسمه وشهرته، أو إذا لم يكن بعد مشهورا فقد كان يبشر بآمال رائعة. كان هناك ممثل من مسرح الدراما، موهبة كبيرة معترف بها منذ زمن، ورجل رشيق ذكي ومتواضع وأستاذ ممتاز في الإلقاء. كان يعلم أولغا إيفانوفنا فن الإلقاء، ومغني أوبرا، رجل بدين طيب. كان يؤكد لأولغا إيفانوفنا متنهدا أنها تقضي على نفسها، لو لم تركن إلى الكسل وحزمت أمرها لأصبحت مغنية رائعة. وكان هناك أيضا عدد من المصورين وعلى رأسهم ريابوفسكي، مصور المواضيع والحيوانات والمناظر، شاب أشقر جميل جدا في حوالي 25 من عمره، حقق نجاحا في المعارض وباع لوحته الأخيرة 500 روبل. كان يصحح لأولغا إيفانوفنا رسوماتها ويقول لها ربما بلغت شيئا ما. وكان هناك أيضا عازف الفيول نيشلو الذي كانت آلته تنتحب، والذي اعترف صراحة بأنه من بين جميع من يعرفهن من النساء لا توجد من تستطيع مصاحبته في العزف سوى أولغا إيفانوفنا. وكان هناك أديب شاب ولكنه معروف يكتب الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة. ثم من أيضا؟ نعم، كان هناك فاسيليتش، السيد الإقطاعي، المصور الهاوي والمزخرف، والذي كان يجيد تذوق الأسلوب الروسي القديم والروايات الشعبية والملاحم، وكان يصنع المعجزات على الورق والخزف والأطباق المدخنة. ووسط هذه الجماعة الأرستقراطية الحرة التي دللها القدر وإن كانت مهذبة ومتواضعة، هذه الجماعة التي لم تكن تتذكر وجود أطباء إلا ساعة المرض، والتي كان اسم ديموف لا يثير اهتمامها تماما كأسماء مثل سيدروف أو ساراتوف، ووسط هذه الجماعة كان ديموف يبدو غريبا ونشازا وصغيرا، رغم أنه كان طويل القامة عريض المنكبين، وبدا كأنه يرتدي حلة ليست له وأن له لحية خولي. وعموما فلو كان كاتبا أو مصورا لقالوا إن لحيته تذكر بالأديب زولا. وكان الممثل يقول لأولغا إيفانوفنا بأنها بشعرها الكتاني وفي ثوب الزفاف تشبه إلى حد كبير شجرة القرز عندما تغطيها الأزهار البيضاء الرقيقة تماما في الربيع. وقالت له أولغا إيفانوفنا وهي تقبض على يده: كلا، بل اسمع، كيف أمكن أن يحدث هذا فجأة؟ اسمع، ينبغي أن أقول لك إن أبي كان يعمل مع ديموف في مستشفى واحد، وعندما مرض أبي المسكين ظل ديموف مرابطا إلى جوار سريره ليل نهار. أوه يا للتفاني. اسمع يا ريابوفسكي، وأنت يا حضرة الأديب اسمع، فهذا طريف جدا، اقترب منا. يا للتفاني والمشاركة المخلصة، أنا أيضا لم أنم الليالي جالسة بجوار أبي، وفجأة انتصرت على الفارس الشجاع. غرق ديموف في حبي حتى أذنيه، حقا ما أغرب تصاريف القدر. حسنا، وبعد وفاة والدي كان يزورني أحيانا ويلقاني في الشارع، وذات مساء رائع
طلب يدي، وكان لذلك وقع الصاعقة علي. قضيت الليل كله في النحيب، ووجدت نفسي أحبه بجنون، وهكذا أصبحنا كما ترون. زوجته: أليس صحيحا أن فيه شيئا ما قويا هائلا، شيئا من الدببة؟ إن وجهه الآن لا يبدو لنا من هنا كاملا، والإضاءة ضعيفة، ولكن عندما يلتفت انظروا إلى جبينه. ماذا تقول في هذا الجبين يا ريابوفسكي؟ وصاحت بزوجها: يا ديموف، إننا نتحدث عنك، تعال هنا، مد يدك الشريفة، مد يدك الشريفة إلى ريابوفسكي. نعم هكذا، فلتكون صديقين. ومد ديموف يده إلى ريابوفسكي وهو يبتسم ببشاشة وسذاجة، وقال: سعيد جدا، لقد تخرج معي شخص يدعى ريابوفسكي، أليس قريبك؟ كانت أولغا إيفانوفنا في 22 من عمرها، بينما كان ديموف في 31. عاش بعد الزفاف حياة رائعة، وغطت أولغا إيفانوفنا جدران غرفة الجلوس كلها برسوماتها ورسومات الآخرين، في أطر وبدون أطر، وصنعت بجوار البيانو والأساس ازدحاما جميلا من المظلات الصينية والحوامل والخرق الملونة والخناجر والتماثيل النصفية والصور، وغطت جدران غرفة الطعام برسومات اللوب، وعلقت على الجدران أحذية اللابتي والمناجل، ووضعت في أحد الأركان محصدة ومجرفة، فأصبحت غرفة طعام على الطراز الروسي. أما غرفة النوم فأرادت أن تجعلها تشبه الكهف، فكست السقف والجدران بقماش داكن، وعلقت فوق الأسرة مصباحا من طراز مصابيح البندقية، ووضعت بجوار الباب تمثالا لا يحمل ربحا برأس بلطة. وقال الجميع إن لدى الزوجين الشابين ركنا لطيفا. وعندما تنهض أولغا إيفانوفنا من الفراش كل صباح في 11:00 تلعب على البيانو، أو إذا كان النهار مشمسا ترسم شيئا ما بألوان الزيت، ثم ترحل بعد 12:00 إلى خياطتها. ولما كانت نقودها هي وديموف قليلة وتكفي بالكاد، فقد لجأت هي وخياطتها إلى الحيلة لكي تبدو كثيرا في أزياء جديدة وتبهر الناس بفساتينها، وكثيرا جدا ما كان يخرج من الفستان القديم المعاد صبغه من قطع الدانتيلا والقطيفة والحرير التي لا قيمة لها، معجزات حقيقية، شيء ما خلاب، ليس فستانا بل حلما. ومن الخياطة كانت أولغا إيفانوفنا تتوجه عادة إلى إحدى معارفها من الممثلات لتعرف أخبار المسرح، وبالمناسبة تدبر أمر بطاقة لأول عرض لمسرحية جديدة أو بنفيس. ومن الممثلة كان عليها أن تذهب إلى مرسم المصور أو إلى معرض صور، ثم إلى أحد المشهورين لتدعوهم لزيارتهم أو لترد الزيارة أو لمجرد الصرصرة. وفي كل مكان كانوا يستقبلونها بمرح ومودة، ويأكدون لها أنها جميلة ورقيقة ونادرة. أولئك الذين كانت تسميهم بالمشهورين أو العظام كانوا يستقبلونها كواحدة منهم على قدم المساواة، ويتنبؤون لها في صوت واحد بأنها بمواهبها وذوقها وذكائها يمكن أن تصبح ذات شأن كبير إذا لم تبعثر قواها. لقد كانت تغني وتعزف على البيانو وترسم بالألوان وتشكل الصلصال وتشترك في تمثيليات الهواء، ولكنها لم تكن تفعل ذلك كيفما كان بل بموهبة. وسواء كانت تصنع المصابيح للزينات أم تتزين أم تعقد ربطة العنق لشخص ما، فقد كان كل شيء يخرج من بين يديها بفن ورشاقة ولطف لا مثيل له. لكن موهبتها لم تتجلى في أي شيء بمثل هذا السطوع، كما تجلت في قدرتها على التعارف بسرعة والتقرب من مشاهير الناس. فما أن يشتهر شخص ما ولو قليلا، وما إن يجعل الناس تتحدث عنه حتى تتعرف به على الفور وتتصادق معه في نفس اليوم وتدعوه لزيارتها، وكان كل تعارف جديد عيدا حقيقيا بالنسبة لها. كانت تعبد المشاهير وتفخر بهم وتراهم كل ليلة في الحلم، كانت متعطشة إليهم ولم تستطع أبدا أن تروي ظمأها. كان القدامى يرحلون أو يطويهم النسيان ويأتي محلهم آخرون جدد، ولكنها كانت تعتاد عليهم بسرعة أو يخيب أملها فيهم، فتبدأ في البحث بنهم عن الجديد والجديد من المشاهير.
فتجدهم، ثم تعود تبحث ثانية لأي شيء. وبعد الرابعة كانت تتغدى في البيت مع زوجها. كانت بساطته وتفكيره الراجح وطيبة قلبه تثير تأثرها وإعجابها، فكانت من حين لآخر تهب واقفة وتعانق رأسه بتأثر وتغمره بالقبلات. كانت تقول له: أنت يا ديموف إنسان ذكي ونبيل، ولكن فيك عيبا واحدا خطيرا جدا. أنت لا تهتم أبدا بالفن، أنت تنكر الموسيقى والتصوير. فيقول باستكانة: أنا لا أفهمها، لقد اشتغلت طوال حياتي بالعلوم الطبيعية والطب، ولم يكن لدي وقت للاهتمام بالفنون. ولكن هذا فظيع يا ديموف. لماذا؟ إن معارفك لا يعرفون العلوم الطبية والطب، ولكنك لا تعيبين عليهم ذلك. لكل شخص ما يخصه. أنا لا أفهم المناظر أو الأوبرات، ولكني أفكر هكذا: إذا كان بعض الناس الأذكياء يكرسون لها حياتهم كلها، وبعض الناس الأذكياء الآخرين يدفعون مقابلها مبالغ ضخمة، إذن فهي ضرورية. إنني لا أفهمها، ولكن عدم الفهم لا يعني الإنكار. دعني أشد على يدك الشريفة. وبعد الغداء كانت أولغا إيفانوفنا تذهب إلى معارفها، ثم إلى المسرح أو إلى حفلة موسيقية، وتعود إلى البيت بعد منتصف الليل، وهكذا كل يوم. وفي أيام الأربعاء كانت تقيم حفلات، وفي هذه الحفلات لم تكن ربة البيت أو الضيوف يلعبون الورق أو يرقصون، بل يسرون على أنفسهم بشتى الألوان الفنية. فكان فنان مسرح الدراما يلقي، والمغني يغني، والمصورون يرسمون في الألبومات التي كانت أولغا إيفانوفنا تحتفظ بعدد ضخم منها، وعازف الفيول نيشلو يعزف. أما ربة الدار فكانت أيضا ترسم وتشكل الصلصال وتغني وتصاحب العازفين والمغنين. وفي فترة الراحة ما بين الإلقاء والعزف والغناء كانوا يتحدثون ويتناقشون في الأدب والمسرح والتصوير، ولم تكن هناك نساء، لأن أولغا إيفانوفنا كانت تعتبر جميع النساء ما عدا الممثلات وخياطتها مملات ومبتذلات. ولم تكن حفلة تمر دون أن تنتفض ربة الدار لدى كل قرع لجرس الباب، ودون أن تقول بتعبير انتصار على وجهها: هذا هو. وهي تعني بهو شخصية مشهورة جديدة دعتها إلى الحفلة. لم يكن ديموف يبقى في غرفة الاستقبال، ولم يكن أحد يتذكر غيابه، ولكن في 11:30 تماما كان الباب المفضي إلى غرفة الطعام يفتح، ويظهر ديموف بابتسامته البشوشة المستكينة، ويقول وهو يفرك راحتيه: تفضلوا إلى المائدة يا سادة. فيسير الجميع إلى غرفة الطعام، ويرون في كل مرة نفس الأشياء على المائدة: طبق أم الخلول، وقطعة من الخنزير أو العجل، وسردين، وجبن، وكافيار، وفطر، وفودكا، ودورقان من النبيذ. وتقول أولغا إيفانوفنا وهي تشيح بيدها من الإعجاب: آه يا مدروتوتيل العزيز، أنت ساحر. انظر يا سادة إلى جبينه. ديموف استدر إلينا بجانب وجهك. انظر يا سادة، وجه نمر بنغالي، بينما التعبير طيب ورقيق كأنه لغزال. آه يا حبيبي. ويأكل الضيوف وهم يتطلعون إلى ديموف ويفكرون بالفعل إنه شاب رائع، ولكنهم سرعان ما ينسونه ويواصلون الحديث عن المسرح والموسيقى والتصوير. كان الزوجان الشابان سعيدين، وصارت حياتهما على أروع ما يكون. ولكن الأسبوع الثالث من شهر العسل لم يمضي في سعادة تامة، بل مضى في حزن. فقد مرض ديموف بعدوى الحمرة، ولزم الفراش 6 أيام، واضطر أن يحلق تماما شعره الأسود الجميل. وجلست أولغا إيفانوفنا إلى جواره وبكت بحرقة، ولكن عندما تحسنت حالته قليلا وضعت على رأسه الحليقة منديلا أبيض، وراحت ترسم عنه صورة بدوي، وشعر كلاهما بالمرح. وبعد 3 أيام من شفائه وتردده ثانية على مستشفى، وقع له حادث جديد. إنني سيء الحظ يا ماما، قالها ذات مرة على الغداء. كان لدي 4 عمليات تشريح اليوم، فجرحت 2 إصبع ولم ألحظ ذلك إلا في المنزل. فخافت أولغا إيفانوفنا فابتسم وقال إن هذا شيء تافه، وأنه كثيرا ما يجرح أصابعه أثناء التشريح. إنني أنهمك في التشريح يا ماما، فأصبح شاردا.
وراحت أولغا إيفانوفنا تتوقع عدوى الجثة بقلق وتصلي لله في الليل، ولكن كل شيء مر على ما يرام، ومن جديد صارت حياتهما هادئة وسعيدة بلا أحزان ولا هموم. كان الحاضر رائعا، واقترب الربيع ليحل محله وهو يبتسم من بعيد ويبشر بألف فرحة. ولن تكون للسعادة نهاية، سينقضي إبريل ومايو ويونيو في البيت الريفي البعيد عن المدينة، وفي التريض والرسم وصيد الأسماك وسماع غناء البلابل. وبعد ذلك ومن يوليو حتى الخريف ستكون رحلة للمصورين في نهر الفولجا، وفي هذه الرحلة سوف تشارك أولغا إيفانوفنا باعتبارها عضوا أساسيا في الجامعة، وقد أعدت لنفسها بالفعل ثوبي السفر من الخيش، وابتاعت ألوانا وفرشا وقماش رسم ولوحة ألوان جديدة. وأصبح ريابوفسكي يتردد عليها كل يوم تقريبا لكي يرى مدى التقدم الذي أحرزته في التصوير، وعندما كانت تعرض عليه رسوماتها كان يدفع يديه عميقا في جيبي سرواله ويزم شفتيه بقوة ويشن بأنفه، ثم يقول: هكذا هذه السحابة عندما تصرخ، ليست مضاءة بضوء الغروب، المنظر الأمامي ممضوغ قليلا وليس بالشكل المطلوب يعني، أما المنزل فقد ضغط عليه شيء ما وهو لذلك يعول متوجعا. هذا الركن ينبغي رسمه بصورة أدكن قليلا. عموما فلا بأس، أثني عليك. وكلما ازدادت كلماته غموضا سهل على أولغا إيفانوفنا. وفي اليوم التالي لعيد العنصرة بعد الغداء اشترى ديموف مزات وحلوى ورحل إلى زوجته في البيت الريفي. لم يكن قد رآها منذ أسبوعين، اشتاق إليها كثيرا، وعندما كان جالسا في عربة القطار وبعد ذلك عندما كان يبحث عن داره في الغيطة الكبيرة كان يشعر دائما بالجوع والتعب ويحلم بالعشاء مع زوجته في حرية ثم بالخلود إلى النوم، وأحس بالمرح وهو ينظر إلى اللفة التي يحملها وبها الكافيار والجبن والسمك الأبيض. وعندما وجد داره وتعرف عليها كانت الشمس تميل نحو الغروب، وقالت الخادم العجوز: إن السيدة ليست في الدار ومن المفروض أن تعود قريبا. ولم يكن منظر الدار جذابا أبدا، كان بها 3 غرف فقط، وأسقفها منخفضة ومغطاة بورق أبيض، وأرضيتها مشققة وغير مستوية، وكان في إحدى الغرف سريرا، وفي الثانية تراكمت الفراش وقماش الرسم والأوراق المشحمة والمعاطف والقبعات الرجالية على الكراسي. وفي الغرفة الثالثة وجد ديموف 3 رجال لا يعرفهم، كان 2 منهم أسودي الشعر وبلحى صغيرة، أما الثالث فكان حليقا تماما وبدينا ويبدو أنه ممثل. وعلى المائدة كان السماور يغلي، وسأل ديموف بصوت غليظ وسأل ممثل ديموف بصوت غليظ وهو يتفحصه بنظرة غير ودودة: ماذا تريد؟ هل تريد أولغا إيفانوفنا؟ انتظر سوف تأتي قريبا. وجلس ديموف وراح ينتظر، وتطلع إليه أحد الرجلين الأسودي الشعر بكسل وتراخ وسأله وهو يصب لنفسه شايا: ربما تريد شايا. كان ديموف يريد أن يشرب وأن يأكل، ولكنه امتنع عن تناول الشاي لكي لا يفسد شهيته، وسرعان ما تردد وقع خطوات وتناهي الضحك المألوف، واصطفق الباب واندفعت أولغا إيفانوفنا إلى داخل الغرفة وهي ترتدي قبعة عريضة الحواف وتحمل في يدها صندوقا، ودخل وراءها ريابوفسكي مرحا أحمر الوجه يحمل مظلة كبيرة وكرسيا مطويا، وصاحت أولغا إيفانوفنا وتدرجت من الفرحة: ديموف ديموف! رددت ذلك وهي تضع يدها على رأسها وعلى صدره: أهو أنت؟ لماذا لم تأتي طوال هذه المدة؟ لماذا لماذا؟ متى أستطيع يا ماما؟ إنني مشغول دائما، وعندما أفرغ قليلا أجد مواعيد القطارات غير مناسبة تماما. أوه كم أنا مسرورة برؤياك، حلمت بك طوال الليل وخفت أن تمرض. آه لو تعرف كم أنت غال علي وكم جئت في الوقت المناسب، ستكون مخلصي، أنت الوحيد الذي يستطيع أن ينقذني. ومضت تقول وهي تضحك وتربط لزوجها ربطة العنق: ستقام هنا حفلة زفاف طريفة للغاية، سيتزوج عامل البرق في المحطة المدعو تشيكليديف، وهو شاب جميل ليس غبيا، وفي وجهه أتدري شيء ما قوي، شيء من الدببة،
يمكن أن ترسم منه شابا من النورمانديين، ونحن المصطفين جميعا نشاركه الفرحة، وأعطيناه كلمة شرف أن نشهد العرس. إنه شخص غير سري ووحيد وخجول، وحرام بالطبع ألا نشاركه فرحته. تصور الزفاف بعد الصلاة مباشرة، ثم سيتوجه الجميع من الكنيسة سيرا على الأقدام إلى شقة العروس. أتفهم؟ الغيضة وصدح الطيور وبقع الشمس على العشب، ونحن جميعا نسير كالبقع الملهونة على خلفية خضراء زاهية، شيء طريف للغاية حسب ذوق الانطباعيين الفرنسيين. ثم سألت وأكسبت وجهها تعبيرا باكيا: ولكن يا ديموف، ماذا أرتدي للكنيسة؟ ليس لدي شيء هنا، ليس لدي شيء على الإطلاق، لا فساتين ولا أزهار ولا قفازات. عليك أن تنقذني. إذا كنت قد جئت فإن القدر قد أرسلك لتنقذني. خذ يا عزيزي المفتاح وارحل إلى المنزل، وخذ من الصوان فستاني الوردي، إنه أول فستان على المشجب، وفي غرفة المخزن سترى إلى اليمين على الأرض علبتين من الكرتون. تفتح العلبة العليا ستجدها مليئة بالدانتيلا وقطع القماش المختلفة، وتحتها الأزهار. أخرج الأزهار كلها بحذر، وحاول يا روحي ألا تجاعدها، وسوف أختار منها واشتري قفازا. فقال ديموف: حسنا، سأرحل غدا وأرسلها لك. فتساءلت أولغا إيفانوفنا وهي تنظر إليه بدهشة: متى؟ غدا؟ متى تلحق غدا؟ غدا يمضي أول قطار في 9 والزفاف في 11. كلا يا عزيزي، بل اليوم، لابد اليوم. إن لم يكن في وسعك أن تأتي غدا، ارسلها مع رسول. حسنا، اذهب إذن، سيأتي القطار الآن، لا تتأخر يا روحي. حسنا، فقالت أولغا إيفانوفنا والدموع تترقرق في عينيها: آهن، كم يحزنني أن ترحل، يا لي من حمقاء، لماذا وعدت عامل البرق؟ وشرب ديموف كوبا من الشاي بسرعة وأخذ صميطة وابتسم باستكانة، ثم اتجه إلى المحطة. أما الكافيار والجبن والسمك الأبيض فقد أكله صاحب الشعر الأسود والممثل. وفي ليلة هادئة ومقمرة من ليالي يونيو، وقفت أولغا إيفانوفنا على ظهر مركب من مراكب الفولغا، ومضت تنظر طارة إلى المياه وطارة إلى الشواطئ الجميلة. ووقف ريابوفسكي إلى جوارها وهو يقول لها: إن الظلال السوداء في الماء ليست ظلالا بل حلما، وإنه عند رؤية هذه المياه الساحرة ذات البريق الخيالي، وعند رؤية السماء اللانهائية والشواطئ الحزينة المتأملة التي تتحدث عن باطل حياتنا وعن وجود شيء ما سام وخالد ومقدس، يجدر بالمرء أن يندثر أو يموت أو يصبح ذكرى. فالماضي مبتذل وليس طريفا، والمستقبل تافه. أما هذه الليلة الرائعة، الليلة الوحيدة في العمر كله، فسرعان ما تنتهي وتتحد بالخلود، فلماذا نعيش؟ وكانت أولغا إيفانوفنا تصغي طارة لحديث ريابوفسكي وطارة لسكون الليل، وهي تفكر في أنها خالدة ولن تموت أبدا. وحدثها لون المياه الفيروزي الذي لم تره من قبل أبدا، والسماء والشطآن والظلال السوداء والفرحة الغامرة التي ملأت روحها بأنها ستصبح مصورة عظيمة، وأنه هناك في مكان ما وراء الأفق وخلف الليلة المقمرة في الفضاء اللامتناهي ينتظرها النجاح والشهرة وحب الشعب. وعندما حدقت طويلا في الأفق وهي لا تطرف، خيل إليها أنها ترى جموع الشعب والأضواء وأنغام الموسيقى المهيبة وصيحات الإعجاب، وكانت هي نفسها في رداء أبيض بينما انهالت عليها الأزهار من جميع الجهات. أنه يقف إلى جوارها مرتكزا على الحاجز إنسان عظيم حقيقة، عبقري من الذين اختارهم الله، كل ما أبدعه حتى الآن رائع وجديد وغير عادي، وكل ما سوف يبدعه في المستقبل عندما يشتد عوده وتترسخ موهبته الفريدة سيكون باهرا وساميا إلى ما لا نهاية. وهذا واضح من وجهه وطريقة تعبيره ومن نظرته إلى الطبيعة، وهو يتحدث عن الظلال وألوان المساء وبريق القمر بطريقة خاصة وبكلماته هو، بحيث تشعر لا إراديا بسحر سلطانه على الطبيعة. أما هو نفسه فجميل جدا وفريد، وحياته حرة مستقلة بعيدا عن أمور المعيشة، وتشبه حياة طائر.
قالت أولغا إيفانوفنا: الجو مال إلى البرودة. وانتفضت ودسرها ريابوفسكي بردائه وقال بحزن: إنني أشعر أنني تحت سيطرتك، إنني عبد. لما أنت باهرة هكذا اليوم؟ كان يحدق فيها طوال الوقت دون أن يحول عنها عينيه، وكانت عيناه مرعبتين فخافت أن تتطلع فيهما، وهمس وهو يصفر أنفاسه على خدها: إنني أحبك بجنون، قولي لي كلمة واحدة فأنهي حياتي، أهجر الفن. دمدم في اضطراب شديد: أحبيني، أحبيني. فقالت أولغا إيفانوفنا وهي تغمض عينيها: لا تتكلم هكذا، هذا رهيب. وديموف؟ ماذا ديموف؟ لماذا ديموف؟ وما شأني بديموف؟ هنا الفولغا والقمر والجمال وحبي وإعجابي، وليس هنا أي ديموف. آهن، أنا لا أعرف شيئا، لا أريد الماضي، أعطيني لحظة واحدة، برهة واحدة. وخفق قلب أولغا إيفانوفنا، أرادت أن تفكر في زوجها، لكن ماضيها كله بحفل الزفاف وديموف والحفلات، وبدأ لها صغيرا تافها كابيا لا داعي له وبعيدا بعيدا. وبالفعل ماذا ديموف؟ ولماذا ديموف؟ وما شأنها بديموف؟ وهل هو موجود على قيد الحياة أم هو مجرد حلم؟ وقالت لنفسها وهي تغطي وجهها: بالنسبة لرجل بسيط وعادي مثلي يكفيه ما حصل عليه من سعادة، فليستنكروا هناك وليلعنوني، أما أنا فكيدا فيهم سأقتل نفسي. نعم أقتل نفسي، ينبغي أن يجرب المرء كل شيء في الحياة. يا إلهي، ما أفظع هذا وما أطيبه. ودمدم المصور وهو يحضنها ويقبل بنهم يديها التي كانت تحاول بهما أن تدفع عنها بوها: حسنا، ماذا؟ ماذا؟ هل تحبينني؟ نعم، نعم. أوه، يا لها من ليلة رائعة، يا لها من ليلة رائعة. همست وهي تتطلع إلى عينيه البراقتين بالدموع، ثم تلفتت بسرعة وقبلته في شفتيه بقوة: نقترب من كنيش ما، قالها شخص ما من الطرف الآخر لسطح المركب. وسمع وقع خطوات ثقيلة، كان ذلك عامل بوفيه. فقالت له أولغا إيفانوفنا وهي تضحك وتبكي من فرط السعادة: اسمع، أحضر لنا نبيذا. وجلس المصور على الأريكة شاحبا من شدة الانفعال، ونظر إلى أولغا إيفانوفنا بعينين والهتين شاكرتين، ثم أغمض عينيه وقال وهو يبتسم ساهما: إنني متعب. وأسند رأسه إلى حاجز المركب. كان الثاني من سبتمبر يوما دافئا هادئا ولكنه مكفهر، وفي الصباح الباكر انتشر ضبابا خفيفا على الفولغا، وبعد التاسعة تساقط المطر رذاذا، ولم يكن هناك أي أمل في أن تصفو السماء. وأثناء تناول الشاي قال ريابوفسكي لأولغا إيفانوفنا: إن التصوير هو أشد الفنون مللا وانحطاطا، وأنه ليس فنانا، وإن الحمقى وحدهم هم الذين يعتقدون أنه موهوب. وفجأة ودون مقدمات التقط سكينا وخدش به أفضل رسومه، وبعد الشاي جلس إلى النافذة عابسا وراح يتطلع إلى الفولغا. ولم يعد الفولغا براقا بل كابيا مغبشا ويبدو باردا، وكان كل شيء يذكر بقرب مجيء الخريف الكئيب المكفهر. وبدأ أن الأبسطة الخضراء الفخمة على الشطآن وانعكاسات الأشعة الماسية والآفاق الزرقاء الشفافة وكل ما هو أنيق واحتفالي قد نزعته الطبيعة عن الفولجا ووضعته في الصناديق حتى الربيع القادم، بينما حلقت الغربان بجوار الفولجا وهي تستفزه بصياحها. أصغر يابوفسكي إلى نعيقها وهو يفكر في أنه قد انتهى وفقد موهبته، وأن كل شيء في العالم زائل ونسبي وأحمق، وما كان ينبغي أن يربط نفسه بهذه المرأة. باختصار كان متضايقا ومكتئبا. وكانت أولغا إيفانوفنا جالسة على السرير خلف الحاجز وهي تقلب بأصابعها شعرها الكتاني الرائع، وتتخيل نفسها طارة في غرفة الجلوس، وطارة في غرفة النوم، وطارة في غرفة مكتب زوجها. وحملها الخيال إلى المسرح وإلى خياطتها وإلى أصدقائها المشهورين. ترى ماذا يفعلون الآن؟ وهل يتذكرونها؟ لقد بدأ الموسم وأنا الأوان للتفكير في الحفلات وديموف. ديموف العزيز،
كم يرجوها باستكانة وشكاية طفل في رسائل أن تعود بسرعة. كان يرسل إليها كل شهر 75 روبلا. عندما كتبت إليه تقول أنها مدينة المصورين بمائة روبل، أرسل إليها هذه المائة أيضا. يا له من إنسان طيب سمح. لقد أرهقت الرحلة أولغا إيفانوفنا وشعرت بالملل وأحست بالرغبة في أن تترك بسرعة هؤلاء الرجال ورائحة الرطوبة النهرية وأن تتطهر من إحساسها بالقذارة الجسدية، هذا الإحساس الذي تملكها وهي تعيش طوال الوقت في بيوت الفلاحين وتنتقل من قرية إلى قرية. ولولا أن ريابوفسكي وعد المصورين بشرفه أن يبقى معهم حتى 20 سبتمبر لكان من الممكن أن ترحل اليوم، وكم كان ذلك جميلا. وأن ريابوفسكي: يا إلهي، متى ستشرق الشمس؟ لا أستطيع أن أكمل منظر مشمسا بدون الشمس. فقالت أولغا إيفانوفنا خارجة من وراء الحاجز: لديك مشهد بسماء غائمة، أتذكر؟ في الجانب الأيمن غابة، وفي الأيسر قطيع بقر وأوز، تستطيع الآن أن تكمله. فانتعض المصور وقال: إيه، أكمله؟ أحق تظنين أنني من الغباء بحيث لا أعرف ما الذي ينبغي علي عمله؟ فظفرت أولغا إيفانوفنا قائلة: كم تبدل شعورك نحوي، فليكن رائع. وارتعش وجه أولغا إيفانوفنا فاتجهت نحو الفرن واجهشت بالبكاء. لم يكن ينقصنا سوى الدموع، كفاكي، إن لدي 1000 سبب للبكاء ولكنني لا أبكي. فقالت أولغا إيفانوفنا وهي تجهش: 1000 سبب، أهم سبب فيهم أنك بدأت تضيق بي. إذا جئت الحقيقة فأنت تخجل من حبنا، أنت تحاول دائما ألا يلحظ المصورون، ورغم أن ذلك لا يمكن إخفاؤه وهم يعرفون كل شيء من زمان. فقال المصور بضراعة وهو يضع يده على قلبه: أولغا، أرجو منك شيئا واحدا، شيئا واحدا، لا تعذبيني، أنا لا أريد منك أكثر من ذلك. أقسم أنك ما زلت تحبني. يا للعذاب، سينتهي الأمر بأن ألقي بنفسي في الفولغا أو أفقد عقلي، دعيني. اقتلني، اقتلني. وعادت إلى العويل ثانية ومضت خلف الحاجز. ونقر المطر على سقف المنزل الريفي القش، وأمسك ريابوفسكي برأسه وصار من ركن إلى ركن، ثم اكتسى وجهه ملامح الحزم وكأنه يريد أن يثبت شيئا ما لأحد ما، وارتدى القبعة ووضع بندقية الصيد على كتفه وخرج من المنزل. بعد خروجه ظلت أولغا إيفانوفنا مستلقية على السرير طويلا وهي تبكي. في البداية فكرت في أنه من المستحسن أن تتناول سما لكي يعود ريابوفسكي فيجدها ميتة، ثم حملها الخيال إلى غرفة الجلوس وغرفة مكتب زوجها وتصورت نفسها جالسة إلى جوار ديموف دون حراق وهي تستمتع بالسكينة والنظافة الجسدية، وفي المساء جالسة في المسرح تصغي إلى مازيني، وعصر قلبها الشوق إلى التحضر وصخب المدينة والشخصيات الشهيرة. ودلفت فلاحة إلى المنزل وراحت تشعل الفرن على مهل لتجهز الغداء، وانتشرت رائحة الحريق وأصبح الهواء أزرق من الدخان. فجاء المصورون ينتعلون أحذية طويلة قذرة ووجوههم مبللة بالمطر، وشاهدوا الرسوم وقالوا عزاء لأنفسهم: إن للفولغا سحره حتى في الجو السيء. أما ساعة الحائط الرخيصة فمضت تك تك تك، وتجمع الذباب المكرورة في الركن الأمامي بجوار الأيقونات وهو يئز، وتناهى صوت الصراصير وهي تعبس في المحافظ السميكة تحت الأرائك. عاد ريابوفسكي إلى البيت عند الغروب وألقى قبعته على الطاولة وتهالك على الأريكة شاحبا منهكا في حذاء قذر أغمض عينيه. أنا متعب، قال وهو يحرك حاجبيه محاولا ألا يفتح جفنيه. ولكي تتقرب أولغا إيفانوفنا إليه وتبدي له أنها ليست غاضبة منه، اقتربت وقبلته في صمت ومرت بالمشط على شعره الأشقر فقد أرادت أن تمشطه. فانتفض ريابوفسكي وكأن شيئا باردا قد مسه وسأل هو يفتح عينيه: ما هذا؟ دعيني لحالي أرجوك. وأبعدها عنه بيدي وتنحى قليلا، وخيل إليها أن تعبير وجهه تنم عن التقزز والأسى. وفي تلك اللحظة دخلت الفلاحة حاملة في يدها طبقا من حساء القرنب، ورأت أولغا إيفانوفنا أصابع الفلاحة الكبيرة وهي مغموسة في الحساء، وبدت لها أن هذه المرأة القذرة المحزومة البطن والحساء الذي أخذ ريابوفسكي يلتهمه بشراسة والبيت وكل هذه الحياة
التي أحبتها كثيرا في البداية لبساطتها وفوضاها الفنية بدت لها الآن فظيعة، وفجأة أحست بالإهانة فقالت ببرود: ينبغي أن تفترق لبعض الوقت، وإلا فقد نتشاجر جديا بسبب الملل. لقد سئمت كل هذا، سأرحل اليوم. وكيف؟ وهل ستمتطين صهوة عصا؟ اليوم خميس، إذن فسيأتي المركب في الساعة 9:30. ها نعم نعم حسنا سافري، قال ريابوفسكي بنعومة وهو يمسح فمه بالفوطة بدلا من المنديل. أنت هنا تسأمين ولا عمل لديك، ينبغي أن أكون أنانيا كبيرا حتى أمنعك من الرحيل. سافري، وبعد يوم 20 سنتقابل. وحزمت أولغا إيفانوفنا أمتعتها بمرح، بل إن خديها تدرج من السرور، وسألت نفسها: أحقا سوف ترسم في غرفة الاستقبال وتنام في غرفة النوم وتتغدى على طاولة بمفرش؟ وانزاح الأسى عن قلبها ولم تعد غاضبة على المصور، وقالت: سأترك لك الألوان والفرش يا ريابوفسكي، وما يبقى منها أحضره معك. إياك أن تتكاسل وتكتئب هنا بدوني، بل أعمل. أنت شاطر يا ريابوفسكي. وفي الساعة 9 قبلها ريابوفسكي قبلة الوداع لكي لا يقبلها كما اعتقدت أمام المصورين على ظهر المركب، وودعها حتى المرفأ، وسرعان ما وصل المركب وحملها. ووصلت إلى البيت بعد 2.5 يوم، ودون أن تنتزع القبعة ومعطف المطر مضت إلى غرفة الاستقبال وأنفاسها تتلاحق من الانفعال، ثم دلفت من هناك إلى غرفة الطعام. كان ديموف جالسا إلى المائدة بدون سترة في سديري مفتوح الأزرار، وهو يسن السكين بالشوكة، وأمامه في الطبق ديك بري. وعندما دخلت أولغا إيفانوفنا الشقة كانت موقنة بأنها لابد أن تخفي عن زوجها كل ما حدث، وأن لديها من المهارة والقدرة ما يمكنها من ذلك، بيد أنها الآن عندما رأت هذه الابتسامة العريضة المستكينة السعيدة والعينين البراقتين الفرحتين، أحست أن إخفاء الأمر عن هذا الإنسان شيء وضيع مقزز ومستحيل لا تقوى عليه تماما، مثل الافتراء والسرقة أو القتل. فقررت في لحظة أن تروي له كل شيء، وبعد أن تركته يقبلها ويعانقها جست أمامه على ركبتيها وغطت وجهها بيديها. فسألها ديموف برقة: ماذا يا ماما؟ اشتقت إلي؟ رفعت إليه وجهها مدرجا بحمرة الخجل ونظرت إليه نظرة مذنبة وضارعة، ولكن الخوف والخجل منعاها من أن تقول الحقيقة، وقالت: لا شيء، هكذا. فأنهضها ديموف وأجلسها قائلا: فلنجلس، نعم هكذا، كل الديك، لقد جعت يا مسكينة. واستنشقت بنهم الهواء المألوف وأخذت تأكل الديك البري، بينما أخذ يتطلع إليها بحب ويضحك بسعادة. يبدو أن ديموف بدأ في منتصف الشتاء يخمن أنها تخونه، وكأنما كان ضميره هو الذي يعذبه، إذ لم يعد يستطيع أن ينظر مباشرة في عيني زوجته، ولم يعد يبتسم بفرح عند رؤياها. ولكي يقلل من فترة بقائه معها على انفراد، كان كثيرا ما يدعو إلى الغداء زميله كورستيلوف، وهو رجل قصير حليق الشعر ذو وجه مكرمش، وعندما كان يتحدث مع أولغا إيفانوفنا يفك جميع أزرار سترته ويزررها ثانية من الخجل، ثم يروح يبرم شاربه الأيسر بيده اليمنى. وأثناء الغداء كان الطبيبان يتحدثان في أن ارتفاع الحجاب الحاجز يؤدي أحيانا إلى اضطراب ضربات القلب، أو في ازدياد الحالات العصبية في الفترة الأخيرة، أو في أن ديموف عندما شرح أمس جثة بتشخيص أنيميا خبيثة اكتشف سرطانا في البنكرياس، وبدأ وكأنهما يخوضان في أحاديث طبية فقط لكي يعطي أولغا إيفانوفنا فرصة لأن تصمت، أي لكي لا تكذب. وبعد الغداء كان كورستيليوف يجلس إلى المعزف بينما يتنهد ديموف ويقول: إيه يا أخي، فليكن، اعزف لنا شيئا حزينا. ويرفع كورستيليوف كتفيه عاليا ويبسط أصابعه ويعزف بعض النغمات، ويبدأ في الغناء بصوت تينور: دلني على دار لا يئن فيها الفلاح الروسي. ويتنهد ديموف ثانية ويعتمد برأسه على قبضته ويستغرق في التفكير. وفي الآونة الأخيرة كانت أولغا إيفانوفنا تتصرف بصورة غير حذرة للغاية، كانت تستيقظ كل صباح في أشد حالات الكدر وبفكرة أنها لن تعد تحب ريابوفسكي،
وأن كل شيء قد انتهى والحمد لله. ولكن بعد أن تشرب القهوة تدرك أن ريابوفسكي سلبها زوجها، وأنها الآن أصبحت بلا زوج وبلا ريابوفسكي. وبعد ذلك تتذكر أحاديث معارفها عن أن ريابوفسكي يعد للمعرض شيئا صائقا خليطا من المنظر والموضوع حسب ذوق بلينوف، شيئا يثير إعجاب كل من يزور مرسمة. وفكرت أولغا إيفانوفنا في سرها أن هذا قد أبدعه تحت تأثيرها، وعموما فبفضل تأثيرها عليه تغير بشدة نحو الأفضل. إن تأثيرها عليه مفيد وحاسم، بحيث لو تركته فربما انتهى. وتذكرت أيضا أنه زارها في المرة الأخيرة في سترة رمادية براقة وفي ربطة عنق جديدة، وسألها بنظرة ساهمة: هل أنا جميل؟ وبالفعل كانت بخصلاته الطويلة وعينيه الزرقاوين وأناقته جميلا جدا، أو ربما خيل إليها هكذا وكان رقيقا معها. وبعد أن تتذكر أولغا إيفانوفنا الكثيرة وتقلبه في رأسها، ترتدي ثيابها في حالة من الإضطراب الشديد، وتتجه إلى مرسم ريابوفسكي، وتجده مرحا معجبا بلوحته الرائعة. بالفعل كان يقفز ويتشاقى ويرد بالنكات على الأسئلة الجادة. وغارت أولغا إيفانوفنا على ريابوفسكي من اللوحة ومقطتها، ولكنها بدافع المجاملة كانت تقف أمامها صامتة حوالي 5 دقائق وتتنهد كما يتنهد المرء أمام شيء مقدس، وتقول بصوت منخفض: نعم، لم ترسم أبدا شيئا مثل هذا، أتدري إنها تثير الرهبة. ثم تروح تتوسل إليه بحبها، وألا يهجرها وأن يشفق عليها المسكينة البائسة. كانت تبكي وتقبل يديه وتلح عليه أن يقسم لها بأنه يحبها، وتثبت له أنه بدون تأثيرها الطيب سيضل الطريق ويهلك. وبعد أن تفسد عليه مزاجه الرائق وتحس بنفسها مهانة، ترحل إلى الخياطة أو إلى إحدى معارفها الممثلات لتدبر أمر بطاقة. فإذا لم تجده في المرسم تترك له رسالة تقسم فيها أنها سوف تنتحر بالسم حتما إذا لم يأتي إليها اليوم، ويخاف ريابوفسكي فيأتي ويبقى لتناول الغداء. ولم يكن يخجل من وجود زوجها فيخاطبها بتبجح، وترد عليه بنفس الصورة. كان كلاهما يحس بأنه يكبل الآخر، وبأنهما طاغيتان وعدوان فيزدادان غلا، ويعميهما الغل عن ملاحظة سلوكهما الفاضح، وعن أنه حتى كورستليوف الحليق يدرك كل شيء. وبعد الغداء كان ريابوفسكي يسرع بالوداع والانصراف. فتسأله أولغا إيفانوفنا عند المدخل وهي تنظر إليه بكراهية: إلى أين أنت ذاهب؟ فينطعد ويزر عينيه ويذكر اسم إحدى النساء من معارفها المشتركين، وكان واضحا أنه يسخر من غيرتها ويريد أن ينغص عليها. فكانت تمضي إلى غرفة نومها وتستلقي على الفراش، وبسبب الغيرة والأسى والإحساس بالمهانة والخزي كانت تعض الوسادة وتعول بصوت عالي. ويترك ديموف كورستليوف في غرفة الجلوس ويذهب إلى غرفة النوم ويقول لها بصوت خافت وهو محرج ومرتبك: لا تبكي بصوت عال يا ماما، لماذا؟ عليك أن تسكتي على هذا، عليك أن لا تبدي ما بك، أتدرين أن ما وقع لا يمكن إصلاحه؟ ودون أن تدري أولغا إيفانوفنا كيف تكبت على نفسها غيرتها الممضة التي كان صدغاها يكادان ينكسران بسببها، ويستعتقد أنه ما زال من الممكن إصلاح الأمور. تنهض فتغتسل وترش البودرة على وجهها الباكي وتطير قاصدة السيدة معرفتها. وعندما لا تجد ريابوفسكي عندها تذهب إلى سيدة أخرى ثم إلى ثالثة. في البداية كانت تخجل من هذا الطواف، ولكنها تعودت على ذلك فيما بعد، وكان يحدث أن تطوف في مساء واحد بجميع معارفها من النساء بحثا عن ريابوفسكي، وكان الجميع يدركون ذلك. وذات مرة قالت لريابوفسكي عن زوجها: هذا الرجل يرهقني بسماحته. وأعجبتها هذه الجملة لدرجة أنها عندما كانت تلتقي بالمصورين الذين كانوا يعرفون قصة غرامها مع ريابوفسكي، كانت تقول في كل مرة وهي تحرك يدها حركة حادة: هذا الرجل يرهقني بسماحته. وظل نظام حياتها كما كان في العام الماضي، فالحفلات تقام في أيام الأربعاء، ويلقي الممثل ويرسم المصورون ويعزف عازف الفيولينيشلو ويغني المطرب، وفي تمام الساعة 11:30 يفتح الباب المؤدي إلى غرفة الطعام ويقول ديموف وهو يبتسم: تفضلوا إلى المائدة يا سادة.
وظلت أولغا إيفانوفنا كما في السابق تبحث عن الأشخاص العظام وتجدهم ولا تكتفي فتبحث من جديد، وكما في السابق كانت تعود كل يوم في ساعة متأخرة من الليل، ولكنها لا تجد ديموف نائما كما في العام السابق، بل جالسا إلى مكتبه يعمل، وكان يأوي إلى الفراش في حوالي الساعة الثالثة ويستيقظ في الثامنة. وذات مساء كانت واقفة أمام المرآة لتستعد للذهاب إلى المسرح. دخل ديموف مرتديا حلة السهرة وربطة عنق بيضاء، وكان يبتسم بوداعة ونظر في عيني زوجته مباشرة بفرح كما في السابق، وكان وجهه متهللا، وقال وهو يجلس ويمسد ركبتي: لقد ناقشت الآن رسالة الدكتوراه. فسألته أولغا إيفانوفنا: ونجحت المناقشة؟ نعم. ضحك ومد رقبته لكي يرى في المرآة وجه زوجته التي ظلت مولية ظهرها إليه وتصلح تسريحتها، وردد: نعم. أتدرين، من المحتمل جدا أن يعرضوا علي أن أعمل أستاذا في الباثولوجي العام. يبدو كذلك. كان واضحا من وجهه السعيد المتهلل أنه لو كانت شركته أولغا إيفانوفنا فرحته وانتصاره لغفر لها كل شيء في الحاضر والمستقبل ولنسى كل شيء، ولكنها كانت تخشى أن تتأخر عن المسرح فلم تقل شيئا. فجلس ديموف دقيقتين ثم ابتسم ابتسامة مذنبة وخرج. كان ذلك يوما مزعجا. في الصباح حس ديموف بصداع شديد ولم يتناول الشاي في الصباح ولم يذهب إلى المستشفى، وظل طوال الوقت راقدا على الكنبة التركية في غرفة مكتبه. وكالعادة توجهت أولغا إيفانوفنا في 12 إلى ريابوفسكي لتريه مشهد ناتور مور رسمته وتسأله لما لم يحضر أمس، وكان الرسم يبدو لها تافها ولم ترسمه إلا لتجد ذريعة أخرى لزيارة المصور. دخلت دون جرس، وبينما كانت تخلع خفيها في المدخل قيل إليها أنها سمعت صوت هرولة خفيفة في المرسم وحفيف ثوب نسائي، وعندما أسرعت لتلقي نظرة إلى المرسم لم ترى إلى جانبا من جونيلا بنية ظهر لحظة واختفى وراء لوحة كبيرة مغطاة هي والحامل بغطاء أسود منسدل إلى الأرض. ولم يكن ثمة مجال للشك، لقد كانت تختفي هنا امرأة. وكم مرة اختفت أولغا إيفانوفنا نفسها وراء هذه اللوحة. ويبدو أن ريابوفسكي كان مرتبكا للغاية فتظاهر بإبداء دهشة لمجيئها ومد نحوها كلتا ذراعيه وقال وهو يعتصر ابتسامة: سعيد جدا برؤياك، ماذا لديك من أنباء طيبة؟ اغرورقت عينا أولغا إيفانوفنا بالدموع، كانت تشعر بالخجل والمرارة ولم تكن لتوافق ولو دفعوا لها مليونا على الكلام في حضرة امرأة غريبة غريمة ومخادعة تقف الآن خلف اللوحة وربما تضحك بتشف. جئت إليك بمشهد، قالت بوجل وبصوت رفيع وارتعشت شفتاها، مشهد ناتور مور. مشهد. أخذ المصور المشهد في يديه وراح يتفحصه وهو يسير إلى الغرفة الأخرى كأنما بصورة آلية، وتبعته أولغا إيفانوفنا بإذعان ودمدم وهو ينطقي كلماته مسجوعة: ناتور مور أحسن دور بور أور صور. وتناهى من المرسم وقع خطوات حسيسة وحفيفة فستان، إذن فقد خرجت تلك. وودت أولغا إيفانوفنا لو صرخت بصوت عال وضربت المصور بشيء ثقيل على رأسه وانصرفت، ولكنها لم ترى شيئا خلال الدموع وكانت مقهورة من الخجل، وأحست في نفسها بأنها ليست أولغا إيفانوفنا وليست مصورة بل حشرة صغيرة. أنا متعب، قالها المصور ساهما وهو يتطلع إلى المشهد ويهز رأسه ليطرد عنه النعاس. هذا جميل طبعا، ولكن اليوم مشهد وفي العام الماضي مشهد وبعد شهر سيكون مشهد، كيف لا تملين من ذلك؟ لو كنت مكانك لتركت التصوير وانكبرت جديا على الموسيقى أو أي شيء آخر. إنك لست مصورة بل موسيقارة، ولكن أتعلمين كما أنا متعب سأطلب لك شايا. وخرج من الغرفة وسمعته أولغا إيفانوفنا وهو يأمر خادمه بشيء ما، ولكي لا تودعه وتتصارح معه والأهم من ذلك لكي لا تنتحب هرولت بسرعة إلى المدخل قبل أن يعود ريابوفسكي، وارتدت خفها وخرجت إلى الشارع وهناك تنفست السعداء
وأحست بنفسها حرة إلى الأبد من ريابوفسكي ومن التصوير ومن الخجل الممض الذي أطبق على قلبها في المرسم، وانتهى كل شيء. وتوجهت إلى الخياطة ثم إلى بيرناي الذي وصل بالأمس فقط، ومنه إلى متجر للنوة المسوخية، وظلت طوال الوقت تفكر في الرسالة التي ستكتبها لريابوفسكي، رسالة باردة قاسية مفعمة بالعزة، وفي أنها ستسافر مع ديموف في الربيع أو الصيف إلى القرم لتتخلص هناك تماما من الماضي وتبدأ حياة جديدة. وعندما عادت إلى البيت في ساعة متأخرة من المساء، لم تبدل ثيابها وجلست في غرفة الجلوس تدبج الرسالة. لقد قال لها ريابوفسكي أنها ليست مصورة وسوف تكتب الآن انتقاما منه، إنه يرسم كل عام نفس الشيء ويقول كل يوم نفس الشيء، وأنه قد ركد ولن يبلغ شيئا أكثر مما بلغ. وأرادت أن تكتب له أيضا أنه مدين لها بتأثيرها الطيب عليه، وإذا كان يسلك سلوكا مشينا فذلك فقط راجع إلى أن تأثيرها تشله شتى السيدات المريبات كتلك التي اختبأت اليوم وراء اللوحة. ماما ماما، نادى ديموف من غرفة المكتب دون أن يفتح الباب. ماما ماذا تريد؟ ماما لا تدخلي علي، بل اقتربي فقط من الباب. اسمعي، منذ 3 أيام انتقلت إلي في المستشفى عدوى الدفتريا، والآن حالتي سيئة. أرسلي بسرعة إلى طلب كورستيليوف. كانت أولغا إيفانوفنا تدعو زوجها ككل معرفة رجال باسم عائلته لا باسمه، فلم يكن اسم زوجها يعجبها لأنه كان يذكرها بشخصية أسيب عند الأديب جوجول. أما الآن فقد صاحت: أسيب، هذا لا يمكن. أرسلي في طلبه، حالتي سيئة، قال ديموف خلف الباب، وسمع وقع خطواته وهو يتجه إلى الكنبة ويستلقي عليها، وجاء صوته مكتوما: أرسلي أرسلي. فكرت أولغا إيفانوفنا والرعب يجمد أطرافها: ما هذا؟ إنه شيء خطر. ودونما داع تناولت شمعة ومضت إلى غرفتها، وهنا أدركت ما الذي ينبغي عليها أن تفعله، ونظرت عرضا إلى صورتها في المرآة، وبدت لنفسها مخيفة ودميمة بوجهها الشاحب المزعور وبسترتها ذات الأكمام العالية والشرائط الصفراء على الصدر والخطوط ذات الاتجاهات غير العادية في الجونيلا. وفجأة أحست لدرجة الألم بالأسف على ديموف وعلى حبه له وعلى حبه اللامحدود لها وعلى حياته الشابة، بل حتى على فراشه هذا اليتيم الذي لم يعد يرقد فيه منذ زمن طويل. وتذكرت ابتسامته المألوفة الوادعة المزعنة وبكت بحرقة، وكتبت لكورستيلوف رسالة ضارعة، وكانت الساعة قد بلغت 2 صباحا. وعندما خرجت أولغا إيفانوفنا من غرفة النوم في 8 صباحا بصداع في الرأس بسبب السهاد وغير مصففة الشعر وقبيحة وبتعبير مذنب على وجهها، مر بجوارها شخص ما أسود اللحية يبدو أنه طبيب، وانتشرت رائحة الأدوية. وبجوار باب الغرفة المكتب وقف كورستيليوف ويبرم شاربه الأيسر بيده اليمنى، وقال لأولغا إيفانوفنا متجهما: عفوا، لن أسمح لك بالدخول إلي، قد يعديك، وعموما فلا حاجة لدخولك في الواقع، إنه على أي حال يهزي. فسألت أولغا إيفانوفنا بهمس: وهل حقا عنده دفتريا؟ ودمدم كورستيليوف دون أن يجيب على سؤال أولغا إيفانوفنا: أولئك الذين يندفعون بتهور ينبغي محاكمتهم في الواقع، أتعلمين كيف انتقلت إليه العدوى؟ في يوم الثلاثاء شفط بالأنبوبة أغشية الدفتريا من طفل المريض، فما الداعي؟ حماقة، هكذا بلا تفكير. فسألت أولغا إيفانوفنا: وهل هذا خطير جدا؟ نعم، يقولون أن الحالة صعبة جدا، ينبغي أن نستدعي شريك. وجاء رجل صغير أحمر الشعر طويل الأنف ويتحدث بلكنة يهودية، ثم رجل طويل مقوس مشعص الشعر يشبه رئيس الشمامسة، وبعده جاء شاب بدين جدا أحمر الوجه يضع نظارة. كانوا أطباء جاءوا ليسهروا بجوار زميلهم، ولم يكن كورستيليوف ينصرف إلى داره بعد أن يقضي نوبة سهره، بل يبقى وهو يطوف بالغرف كلها كالظل. وكانت الخادم تقدم الشاي للأطباء المناوبين وتذهب كثيرا إلى الصيدلية، ولم يكن هناك من ينظف الغرف، وساد جو من الهدوء والوحشة. وجلست أولغا إيفانوفنا في غرفة النوم
وأخذت تفكر في أن هذا عقاب من الله لها على خداعها لزوجها. كان هناك مخلوق صمود مطيع غير مفهوم، فقد شخصيته بسبب وداعته، مخلوق بلا إرادة وضعيف بسبب طيبته الزائدة، يتعذب هناك على الكنبة في غرفته دون أن يشكو. ولو أنه اشتكى حتى في الهذيان لعلم الأطباء المناوبون أن الدفتريا ليست المذنبة وحدها، وليسألوا كورستيليوف فهو يعرف كل شيء. لذلك فهو ينظر إلى زوجة صديقه نظرات وكأنها هي الشريرة الأولى الحقيقية، وما الدفتريا إلا شريكتها، ولن تعد تذكر الأنسية المقمرة على فولجا، ولا الاعتراف بالحب، ولا الحياة الشاعرية في البيت الفلاحي، بل كانت تذكر فقط بأنها بدافع النزوة الفارغة واللهو قد تلطخت كلها بيديها ورجليها بشيء قذر لزج لن يزيله أبدا أي غسيل. آهن كم كذبت بفظاعة، فكرت أولغا إيفانوفنا وتذكرت حبها القلق لريابوفسكي. اللعنة على كل ذلك. وفي الساعة الرابعة تناولت الغداء مع كورستيليوف، لم يذق شيئا، بل شرب فقط النبيذ الأحمر وتجهم، ولم تذق أيضا هي أي شيء. وكانت طارة تصلي في سريرتها وتقسم لله بأنها إذا ما شفي ديموف سوف تحبه ثانية وتبقى زوجة وفية له، وطارة تنسى لحظة فتنظر إلى كورستيليوف وتفكر، أليس من الممل حقا أن يكون المرء بسيطا لا يتميز بشيء، إنسانا مجهولا، وفوق ذلك يكون له وجه مكرمش كهذا وتصرفات غير مهذبة؟ وطارة يخيل إليها أن الله يقضي عليها في التو واللحظة، لأنها خوفا من العدوى ولم تدخل غرفة مكتب زوجها بعد ولا مرة. وعموما فقد كانت تحس بالتبلد والوحشة وبقناعة بأن الحياة قد فسدت ولا يمكن إصلاحها. حل الغسق بعد الغداء، وعندما خرجت أولغا إيفانوفنا إلى غرفة الجلوس كان كورستيليوف نائما على الأريكة، وقد وضع تحت رأسه وسادة حريرية مطرزة بخيوط مذهبة، وكان شخيره يتصاعد، حتى الأطباء الذين يجيئون للمناوبة وينصرفون لم يلاحظوا هذه الفوضى. فوجود شخص غريب نائم في غرفة الجلوس ويشخر، والمشاهد المعلقة على الجدران، والوضع الغريب في البيت، وربة الدار غير مصففة الشعر والمهملة الثياب، كل ذلك لم يعد يثير الآن أدنى اهتمام. وضحك أحد الأطباء عرضا فتردد هذا الضحك غريبا وخجلا بل وأثار الرهبة. وعندما خرجت أولغا إيفانوفنا إلى غرفة الجلوس مرة أخرى لم يكن كورستيليوف نائما بل جالسا ويدخن، وقال لها في شبه همس، لديه دفتريا التجويف الأنفي، أصبح القلب يعمل بشكل مضطرب والأحوال سيئة في الواقع. فقالت أولغا إيفانوفنا، استدعي شريك. كان هنا بالفعل، وهو الذي لاحظ أن الدفتريا انتقلت إلى الأنف. إيه، وماذا يفعل شريك في الواقع؟ إنه شريك وأنا كورستيليوف ولا شيء أكثر. مضى الوقت ببطء رهيب. كانت أولغا إيفانوفنا مستلقية بثيابها في الفراش الذي لم يرتب منذ الصباح وهي تغفو، وتراءى لها أن الشقة كلها ملأى من السقف حتى الأرض بقطعة ضخمة من الحديد، وأنه ما إن يلقى بهذا الحديد إلى الخارج حتى يشعر الجميع بالخفة والمرح. وعندما استيقظت تذكرت أن ذلك ليس حديدا بل هو مرض ديموف، وفكرت وهي تغفو من جديد، ناتور مور بور حور، وكيف شريك شريك بريك فريك كريك، وأين الآن أصدقائي؟ هل يعلمون بمحنتنا؟ يا إله الرحمة النجاة، شريك بريك. ويعود الحديد ثانية والوقت يمضي ببطء، والساعة في الطابق الأسفل تدق كثيرا، من حين لآخر يدق جرس الباب ويدخل الأطباء، ودخلت الخادم تحمل كوبا فارغا على صينية وسألت، سيدتي هل تأمرين بإعداد الفراش؟ وخرجت دون أن تتلقى جوابا، ودقت الساعة في الأسفل، ورأت أولغا إيفانوفنا في الحلم أن المطر يسقط على الفولجا. مرة أخرى دخل غرفة النوم شخص ما يبدو أنه غريب، فقفزت أولغا إيفانوفنا وعرفت فيه كورستيليوف، فسألته، كم الساعة؟ حوالي الثالثة. ماذا هناك؟ جئت أقول لك أنه يحتضر. وأجهش في البكاء وجلس على السرير بجوارها ومسح دموعه بكمه.
فلم تدرك ما قاله على الفور، ولكن البرودة شملت جسدها كله وأخذت ترسم علامة الصليب ببطء. ورد كورستيليوف بصوت رفيع: يحتضر وأجهش ثانية في البكاء. إنه يموت لأنه ضحى بنفسه. وقال بمرارة: يا لها من خسارة للعلم، لقد كان بالمقارنة بنا جميعا إنسانا عظيما، إنسانا غير عادي. أية مواهب، أية أمال كنا نعلقها عليه. ومضى يقول وهو يعصر يديه: يا ربي، كان من الممكن أن يصبح عالما لا مثيل له. أوسكا ديموف، أوسكا ديموف، ما الذي فعلته؟ آه يا إلهي. وغطى كورستيليوف وجهه بكلتا يديه من اليأس وهز رأسه، ومضى يقول وهو يزداد حقدا على شخص ما: وأية قوة أخلاقية، روح طيبة طاهرة محبة، لم يكن إنسانا بل بلورا، عاش في خدمة العلم ومات بسبب العلم، كان يعمل كالبغل ليل نهار ولم يرحمه أحد. وكان عليه وهو العالم الشاب والأستاذ المقبل أن يبحث عن زبائن وأن يعمل في الترجمة ليلا لكي يدفع ثمن هذه الخرق الحقيرة. وتطلع كورستيليوف بمقتن إلى أولغا إيفانوفنا وأمسك الملاءة بكلتا يديه وشدها بغضب وكأنها هي المذنبة. لم يرحم نفسه ولم يرحمه الآخرون. آه ماذا أقول في الواقع؟ وقال شخص ما في غرفة الجلوس بصوت غليظ: نعم كان إنسانا نادرا. وتذكرت أولغا إيفانوفنا كل حياتها معه منذ البداية حتى النهاية بكل تفاصيلها، وأدركت فجأة أنه كان بالفعل إنسان غير عادي ونادر بالمقارنة مع من كانت تعرفهم. وعندما تذكرت كيف كان يعامله المرحوم أبوها وكل زملائه الأطباء، أدركت أنهم جميعا كانوا يرون فيه رجلا عظيما في المستقبل، وغمزت لها الجدران والسقف والمصباح والبساط بتهكم، وكأنها تريد أن تقول لها: يا غافلة يا غافلة. فانطلقت من غرفة النوم وهي تبكي، وعبرت غرفة الجلوس مرة بشخص غريب، واندفعت إلى غرفة مكتب زوجها. كان ممددا بلا حراك على الكنبة التركية مغطى إلى نصفه ببطانية، ضمر وجهه وهزل بشدة وأصبح لونه رماديا أصفر بصورة لا تبدو لها أبدا وجوه الأحياء. وكان لا يمكن معرفة أن هذا هو ديموف إلا من جبينه وحاجبيه الأسودين وابتسامته المعهودة. وتحسست أولغا إيفانوفنا صدره وجبينه ويديه بسرعة. كان صدره لا يزال دافئا، ولكن جبينه ويديه كانت باردة بصورة منفرة، وكانت عيناه شبه المفتوحتين لا تنظران إلى أولغا إيفانوفنا بل إلى البطانية، ونادت بصوت عال: ديموف ديموف. كانت تريد أن تشرح له أن ذلك كان خطأ، وأنه لم يضع كل شيء بعد، وأن الحياة يمكن أن تكون رائعة وهنيئة، وأنه إنسان نادر غير عادي وعظيم، وأنها سوف تظل تقدسه طوال العمر وتصلي له وتضمر الخوف المقدس. ديموف ديموف يا ديموف، دعته وهي تهزه من كتفه دون أن تصدق أنه لن يستيقظ أبدا. وفي غرفة الجلوس كان كورستيليوف يقول للخادم: وفيما السؤال؟ اذهبي إلى خفير الكنيسة واسألي أين تقطن عجائز الملجأ، سيغسلنا الجسد ويهندمنه ويقومنا بكل المطلوب. تمت بحمد الله.